طيب بس استاذ احمد انت بتشتغل في الاثار؟ اه بالظبط. بتشتغل ايه في الاثار؟ مفتش اثار. مفتش اثار من امتى؟ من 2012. عقد مؤقت بقى؟ عقد شهري مؤقت، عقد شهري شامل. اه قالوا لك هتتعين بعد قد ايه؟ قالوا لي هو النص في القانون، قانون 47 كان 3 سنين و6 شهور يتحول باب اول، تحول باب اول وبعدها ب6 شهور المفروض بتتعين. جينا لما الوزاره بدات تبعت عشان الناس تتعين بعد 3 سنين، اصطدمنا بمنشور رقم 1 لسنه 2015 الخاص بمخاطبه الجهات الاداريه ان هي تلتزم بقانون حظر التعاقد رقم 19. وعليه كانت التنظيم والاداره ووزاره الماليه بترجي تحويلنا للباب الاول اجور. وعليه تقدمنا بشكاوي وتظلمات، وعليه كان بردك نفس الرد بارجاء النظر في التعاقدات بتاعتنا لان هي مخالفه لقانون 19 لسنه 2012. الله، مخالفه مش الحكومه اللي تعاقدت معاكم؟ يعني الحكومه اللي تعاقدت. وعلى الرغم من ان نص الماده 78 لقانون 47 بيحاسب الموظف على خطأ المدني فقط وبيحاسب جهه الاداره على اي خطأ اداري، ورغم ذلك جهه تنظيم واداره كانت بترد بارجاء النظر في التعاقدات الخاصه بنا، وذلك بعد صدور قانون 18 لسنه 2015. وعليه صدر القانون 81 بعد تعديل الماده، وظهرت الماده في اللائحه التنفيذيه على بعض المواقع بتنص على الاتي: تحويل كل المتعاقدين للباب الاول بشرط تعاقده قبل 30/6/2016. وعلى الرغم من ذلك بعض الابواب لازالت على الثاني والرابع والسادس، وعليه بمجرد تحويلها للباب الاول سوف نظل 3 سنوات اخرى رغم وجود 5 سنوات تقريبا على الباب السادس. مرتبك كام؟ 980. 980 جنيه؟ ثابت من ساعتها ولا زاد؟ زاد مع الزيادات السنويه اللي كانت مقرره في 47. 980؟ 21 جنيه كل سنه. ده انت غني جدا مقارنه بالدكاتره البيطريين، اطباء البيطريين. عشان اختلاف العقد. لان انا بتاخد برضك يعني حتى ما فيش مساواه في الظلم، مش معنى هي تاخد 100 جنيه في الشهر دكتوره بيطريه وانت تاخد في الاثار 980 جنيه، انتوا هيئه غنيه. نعم. 980 جنيه ده كتير جدا. ايه؟ حراس حضاره حضرتك. حراس حضاره؟ ايوه. الخمس سنين دول بتعمل ايه ب 980 جنيه؟ والله حضرتك انت ايه، شوف حضرتك المناخ العام اللي موجود وغلاء المعيشه، وهي طبعا احنا امال فين الحد الادنى للاجور؟ حضرتك ما بينطبقش عليكم يا دكتوره؟ لا، حتى زماننا اللي تثبته في جزء مننا تثبت يا فندم. احنا قسمونا في الاساس عشان التثبيت، قسمونا 4 مجموعات. في دفعتين، مجموعتين بالفعل تثبتوا. في مجموعه ثبتت في 1/11 والمجموعه الثانيه لسه قرار التثبيت جاي لها في 1/5. اللي تثبتوا بياخدوا 1034. خصم منهم بعد كده، ده كان اول مرتب، خصم منهم بعد كده بدل العدوى وبدل التفرغ والتامينات، نزل المرتب 990 جنيه. يعني مفيش حاجه اسمها حد ادنى بقى اقل؟ لا، مفيش حد ادنى كده بقى اقل من زمايلنا المعينين في المسابقات معانا في نفس الاداره. طبيب بياخد 1200 وطبيب بياخد 1050 ومحروم من كل الحوافز، من كل المكافئات، من البدل نفسه.